السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أريد طفلا. هذا البرنامج الذي يتناول مشكلات تأخر الإنجاب عند الرجال. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الحقن المجهري كأحدث وسائل لعلاج تأخر الإنجاب، واتكلمنا برضو عن حالات انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي عند الرجال، واتكلمنا عن دوال الخصيتين عند الرجال، وقلنا ان مشكلة دوال الخصيتين دي هي مشكلة بتصيب 20% من عامة الرجال. يعني 20% من عامة الرجال بتلاقي عندهم دوالي، لكن بدرجة ممكن تكون ما بتأثرش عليهم في موضوع الإنجاب، وان في نسبة 60% من الناس اللي عندهم مشكلات تأخر الإنجاب السبب الرئيسي فيها هو الدوالي، ولو اتعملت عملية الدوالي او لو اتعالجت الدوالي ربنا بيكرمهم وان شاء الله بتتحل مشكلة تأخر الانجاب. شفنا في الحلقة اللي فاتت مع الدكتور عمرو الاهواني ايه هي يعني ايه دوالي وايه اسباب حدوثها وازاي بنشخصها، وتوقفنا عند العلاج وهو الجراحة الميكروسكوبية لعلاج الدوالي. طبعا مش عايز اطول على حضراتكم، اسمحوا لي في البداية نرحب بالدكتور عمرو الاهواني. اهلا بيك يا دكتور، منور برنامج اريد طفلا. متشكر، ربنا يخليك. ربنا يكرمك يا دكتور. طبعا دكتور، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن علاج دوالي الخصيتين بالجراحه الميكروسكوبيه، احنا عايزين يعني نعرف المزيد من حضرتك عن دور الجراحه الميكروسكوبيه في علاج الدوالي، وما هي مميزات هذه الجراحه عن الجراحه العاديه لمرضى دوالي الخصيتين. طبعا هي موضوع الجراحه الميكروسكوبيه، يعني احنا عندنا الدوالي ليها كذا، يعني هي بيبقى علاجها جراحي. بيبقى ليها كذا طريقه. ابتدت تتطور على مثلا مدار ال 60 سنه اللي فاتوا. اول ما ابتدوا كانوا بيفتحوا في البطن من فوق. حاجه كانوا بيسموها البالومو. بحيث انهم كانوا بيجيبوا الوريد بعد الوريد والشريان الرئيسي بعد ما يطلعوا من القناه القرابيه ويخشوا جوه البطن. وكانوا بيربطوهم. كانت ايه مشكلتها؟ ان هي كانت نسبه الارتجاع عاليه جدا، ان الدوالي ترجع تاني تبقى عاليه جدا. مع كده تطوروا شويه، ابتدوا يعملوا هي عن طريق انهم بيفتحوا في القناه القرابيه، ولسه في دكاتره بيعملوها لحد دلوقتي. تفتح القناه القرابيه بتبقى اسهل لك ان انت تفصل الوريد من الشريان قبل ما يدخلوا، قبل ما ينزلوا في الخصية. الفكره كلها ان الوريد كل ما ينزل ناحيه الخصيه بتفرع اكتر. هي دي المشكله. يبقى انت كل ما تطلع تربط فوق بتلحقه وهو لسه قبل ما يتفرع. يعني انا عايز اشرح ان هو الوريد بيبقى من اول الخصيه لغايه البطن من جوه، يعني المنطقه دي كلها بيبقى طالعها. فانت كل ما تفتح فوق كل ما بقى بالنسبه لك اسهل ان انت تعرف تلاقي الوريد وتربطه. كل ما تنزل تحت بتلاقي بتتفرع زي شجره. وهي دي بتبقى المشكله نفسها. طب دكتور، الوريد ده لما بيتربط بيتكون اورده غيره؟ لا، في ناس بيتكون عندهم اورده جديده، بس في ناس ان هي ممكن بيبقى الحبل المنوي او الدوالي نفسها جايلها اورده بتغذيها من حته اخرى. ممكن من جدار البطن مثلا، ممكن من العضو الذكري، ممكن من الدوالي الناحيه الثانيه. هو طبعا احنا عارفين ان من ميزه الوريد ان هو بيخلق نفسه مره اخرى. طبعا يعني بيقدر ان هو يعمل سكك ثانيه موصله، يعني حته بيعمل كولاترال. هي دي تبقى المشكله، بتخلي الدوالي ترجع ثاني. ودي مشكله الدوالي. لما يعني لو جه عيان سال لي ايه مشكله عمليه الدوالي، بقول له كلمه واحده، انها ممكن ترجع ثاني. دي مشكله عمليه الدوالي. الكلام ده كنت بقوله له امتى؟ من 4 سنين فاتوا. طب ايه سبب رجوعها قبل ما نعرف؟ سبب رجوعها اول حاجه انها تكون الجراحه ما اتعملتش كويس. تمام، ده رقم واحد. تاني حاجه ان هو يكون فتح فوق. احنا قلنا يكون فتح بالوم او اللي هي الطرق القديمه او بالمنظار مثلا. لان احنا الدوالي قلنا كل ما تنزل تحت كل ما بتتفرع. المشكله انها ممكن بتقابل اورده من حته ثانيه، يعني انت تكون ربطت من فوق وفي مشكله اصلا، بس هي في اورده بتغذيها مثلا جايه لها من الدوالي الناحيه الثانيه او من جدار البطن او من العضو الذكري مثلا. خلاص هتفضل الدوره الدمويه شغاله والدوالي موجوده وما اتغيرتش، يبقى هترجع تاني. كانت ايه فكره ظهور الجراحه الميكروسكوبيه؟ ان هو احنا عايزين نفتح تحت خالص، اللي هي بعد ما الحبل المنوي بيفتح في بيطلع في من القناه القرابيه، بحيث ان هو بيكون بتفرع الفروع بتاعته تكون زادت شويه. بس انا بالميكروسكوب الجراحي بقدر ان انا امسك وريد وريد، بقعد انقيه واسلكه واربطه، يبقى انا قسم كل الاورده الموجوده ربطتها. انت حضرتك يعني بتجيب الوريد بعد ما يتفرع وهو في الشبكه في الشبكه الاورده اللي هي الشبكه مش الكبيره قوي، اكبر شبكه موجوده في الخصيه. عشان كده عمرنا ما نعمل دوالي من الخصيه، استحاله والله. لو معاك ايه ما ينفعش. احنا بنفتح في الهي بعد ما بيطلع من القناه القرابيه. ليه؟ لان هو بيكون معظم الكولاترز او معظم الاورده اللي جايله من الحته الثانيه بتبقى على هذا المستوى. وانا لو جايله حاجه من عند العضو الذكري هعرف الاقيها. يعني انت تعتبر في مكان ملتقى طرق، يعني بالظبط هجيبك. فانا بقى في ملتقى الطرق ده بشوف كل الاورده اللي تعمل لي المشاكل وام جاي رابطها. وكده باذن الله ما يكونش في وريد فلت من حضرتك او في مشكله ما شفتوش ما خدتش بالك منه ولا حاجه. بس يعني احنا لو بنتكلم ان الجراحه الميكروسكوبيه نسبه ان ترجع فيها الدوالي مثلا حوالي
من 2 لـ 4%. والجراحة العادية؟ جراحة عادية انت بتتكلم فوق 30-40%. يا فرق السبب بالمنظار انت بتتكلم ممكن توصل 100%. لو في الدرجات، في الدرجات معينة، احنا برضو قلنا الحلقة اللي فاتت في درجات، الدرجة الأولى بتعمل بالمنظار ما فيش مشكلة خالص، ان احنا بنقول أساسا المفروض ما تتعملش. الدرجة الثالثة دي لازم جراحة ميكروسكوبية. ودلوقتي في 2012 يعني ايه جراحة ميكروسكوبية؟ بيعمل ايه بالظبط؟ جراحة ميكروسكوبية يا فندم اللي انا ببقى معايا جهاز ميكروسكوب معايا، العين بينام على الترابيزة وانا بعد كده بقوم جاي مطلع الحبل منه بالأوردة بتاعته بفتحها، وبعد كده بجيب جهاز بيركب عليه. الجهاز ده بيخليني اشوف 25 مرة. ميكروسكوب بيكبر؟ ميكروسكوب بالظبط بيكبر 25 مرة. حس لو اوردة رفيعة جدا بقدر اربطها. بعد كده معايا آلات دقيقة جدا وابتدي ان انا اسلك وريد وريد، وطبعا ده بيخليني اشوف اللي انا بقدر اعرف الشريان. في حالات ممكن ما اقدرش اعرف الشريان اني واحد، هعملها ازاي؟ في جهاز اسمه انتر اوبرتيف دوبلر، ده برضو يمكن في مصر دوبلر داخل العمليات، داخل العمليه معقم، بحيث ان انا بحطه من الصوت بقدر اعرف ده وريد ولا شريان. طبعا عارفين ان الشريان بينبض والوريد ما بينبضش، بيبقى الدم ماشي فيه على طول. فانا بقدر اعرف الشريان اني واحد، وبقدر في نفس الوقت اربط كل الاورده الموجوده، حتى لو وريد رفيع. يعني انت ممكن تجيب وريد سمك الشعره، بمعنى سمك الشعره في واحد يبقى هو طبيعته بيكون دوالي، استنى عليه شهرين ثلاثه تلاقيه بقى تخن صباعي. الناس دي بتبقى مشكلتها كده. فعشان كده دلوقتي احنا دلوقتي في 2013 في دلوقتي الموضوع برضو جراحه ميكروسكوبيه بقى بقتش بتتعمل لوحديها، بتتعمل معاها حاجه اسمها السكليروثيرابي او الحقن. ان احنا لما بنفتح بنجيب وريد جاي مسلكينه من فوق من تحت، ومدخل فيه زي ابره كده معينه، وحقن الماده. الماده دي بتتغلغل في كل شبكه الاورده، شبكه الاورده اللي موجوده المتداخله في بعضها، وبس. وبربط برضو الاورده، انا مش بسيب الاورده، انا بربطها، بس دي عشان لو لا قدر الله وريد انا ما شفتوش او وريد مستخبي في حته يوصل له الماده دي فتخلاش ترجع. طبعا دي عملت ثوره، يعني لو قلنا جراحه ميكروسكوبيه عملت ثوره هائله. انت عملت ثوره هائله، هي نسبه يعني عودتها تاني، احتماليه عوده الدوالي تاني 2%. احنا بس بنتكلم بقى صعب قوي انها ترجع بعد الحقن، يعني شبه مستحيل بقى. يعني اذا في جراحه ميكروسكوبيه وحقن للدوالي مع المحافظه على شرايين الخس، زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان الخس لها شريان بيتغذى عليه، والشريان ده بيحمل دم نظيف، دم بس الشرايين يا دكتور صلاح والاوعيه اللمفاويه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان ممكن لو اتربطت كلها بالجراحه العاديه يحصل لك قله مائيه، تجمع ميه عندك تبقى قد كده بالظبط. بعد العمليه دي بتحسن الاداء الوظيفي جدا للخس. كذلك يا فندم يعني تعرض المريض للجراحه ساعات قليله بعد العمليه، وممكن يرجع بيته يومين ثلاثه وبالكثير، ويرجع عمل وشغل ويمارس شغله تاني، مش بيبقى عنده اي مشكله خالص. بقى فعلا الموضوع لان احنا بنفتح مش بنقطع عضل زي ما قلت المره اللي فاتت، ان احنا بنستنى الحبل منوي بعد ما يخرج بالقناه الارهابيه. انت ما فيش عضل بيتفتح خالص. جميل. فبس دلوقتي بنطلع الحبل المنوي، نشوف الاورده اللي حواليه، بنسلكها، بنحقن الماده، نربط الموجودين وبنرجعها تاني. تمام. بنقفلها تجميل ولا اكنه عمل عمليه خالص. هل في حالات عند حضرتك دكتور يعني في موضوع بعد الجراحه الميكروسكوبيه والحقن؟ طبعا حضرتك اكيد لما المريض بيجي لك بتعمله تقييم ايفالويشن قبل وبعد، هل في تغير ملحوظ حضرتك لاحظته بالجراحه الميكروسكوبيه وبالحقن اللي هو السكليروثيرابي؟ حاجه بس انا كان هي اشهر حاجه عملتها كانت عن الدوالي، كان سيره الدكتوراه بتاعتي، بس كان ساعتها لسه الحقن ما كانش لسه ظهر، بس كان ميكروسكوبي. كنت انا بجيب العيانين اللي هم صفر الازوسبرمي اللي ما عندهمش حالات منويه وعندهم دوالي، يعني هو صفر وعنده دوالي، وقسمتهم مجموعتين، مجموعه هنعملها عمليه الدوالي وهنتابعها، مجموعه ثانيه مش هنعملها عمليه الدوالي وهنتابعها برضه بس مش هنعملها عمليه الدوالي. الناس اللي احنا عملنا لهم عمليه الدوالي في 30% منهم طلعوا حالات منويه في السائل المنوي، يبقى من كل 10 في 3 طلعوا حالات منويه. ان شاء الله كويس. منهم ناس حصل حمل طبيعي. بس في الاغلب لما بيطلع حالات منويه بتبقى كميتها مش كتير قوي. ما لسه في الاول يعني بناخدها، لا وممكن حتى انها ما تزيدش، بس احنا بناخدها بنجمدها عشان نعمل موضوع الحقن المجهري. يعني اقل ممكن نستفيد بها حتى لو حيوان منوي واحد سليم، لان احنا نستفيد بيه زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده برضو موضوع انعدام الحيوانات المنويه في السائل. ان في ناس لما بنفتح الخص مش بنلاقي، لان ربنا خلق الخص بتكوين صعب شويه، مش بنقدر نوصل لكل جزء فيها. اذا الدوالي دي بتخلي الحيوانات، ان الراجل يطلع حيوانات منويه بره، وانا ممكن نفس الراجل ده لو فتحت خص ما الاقيش. ودي حصلت مره في حاله من الحالات دي. دي برضو الحلقه دايما احب احكيها. جه راجل، الراجل ده كان متقدم في السن شويه، كان مثلا كام سنه تقريبا؟ يعني في اواخر الاربعينات. جميل. وكانت متجوز بقاله 18 سنه، مراته كان عندها 34 سنه. كان عنده الخصي حجمها صغير وكان عنده دوالي. المهم عملنا له عمليه الدوالي،
وبعد كده ما لقيناش، بعدين قعدنا نحلله ما طلعش حيوانات مناعيه. بعدها بفتره قد ايه؟ كتير؟ لا حاجه، بس لا احنا كنا عملنا له، لا انا اسف، كنا عملنا له عينه من الخص الاول، عمليه استكشاف. عينه من الخص. كعينه طبعا دي تفرق. لا عمليه تفتيش. حضرتك شرحت لنا قبل كده الفرق بين العينه وعمليه التفتيش. بالظبط، هو كان الفيل كانت الخصيه كانت صغيره قوي. وكان لما كان عمل عمليه عينه من الخصيه، هو ما كانش عملها عندي، كان عملها في حته ثانيه، ما كانش يطلع حيوانات منويه. عملت له الدوالي. لما كنت عملت له الدوالي، هو كان يعني صمم ان هو يعمل عمليه الدوالي، انا ما كنتش صح، ما كنتش متشجع قوي ان انا اعمل عمليه الدوالي. الدوالي كانت عنده درجه ثانيه، وفي نفس الوقت كان عنده الخصيه كان حجمها صغير قوي، فانت قلت يعني فهو هو صمم يعني. عملت له الدوالي، وبعدين بعديها. طب ليه حضرتك ما كنتش حابب تعمل له الدوالي؟ يعني ليه؟ لان ليه هو كان عنده مستوى هرمون الاف اس اتش كان عالي جدا. غير كمان ان هو كان متجوز بقاله فتره طويله. طبعا كل ما بقى الجواز بقى لفتره اقل، والنفس العين يكون سنه اقل، وهرمون الاف اس اتش اقل، والخصيه حجمها اكبر، كل ده بيحسن مستوى ان هو يظهر حيوانات منويه. غير ان هو، انا افتكرت دلوقتي، هو كان عنده كمان تليفات موجوده في الخصيه كتير، يعني الخصيه حتى نسيجها مش كويس، تلف بالظبط، كانت بايظه، كان فيها مشكله يعني تليفات. فبس هو صمم، عملتها له. فبعديها بثلاث شهور بالظبط لازم يبتدي يجي حلل سائل منوي، فجي عندي. انا صدفة اللي انا اليوم ده كنت انا ببص تحليل سائل منوي بنفسي، فببص لقيت نص مليون اتحركوا يا دكتور صلاح بطريقه رهيبه ان شاء الله. قلت يا اخي سبحان الله، واحد جاي مجمده، قلت له تجي لي كمان ثلاث ايام نجمد عينه ثانيه، يعني ده ممكن ينزل صفر. جه ثاني، جه بعديها بثلاث ايام جمدت، لقيته حوالي ربع مليون بيتحرك. وكان ميزه في الحيوانات المنويه عنده انها بتتحرك بسرعه رهيبه. جبته ثالث مره يحلل، فرحانه من الكتمه اللي كانت بالظبط. جبته ثالث مره نزل رجع صفر ثاني. فقلت له خلاص احنا جنبنا. طب تفسر ايه يا دكتور ال ال الكيرف الصاعد نازل دوت؟ حاجه هي الفكره كلها ان هو عنده حاجه اسمها بؤره منويه، جزء معين في الخصيه بيطلع طيب عرفتنا ان الخصيه دي كل منطقه فيها، يعني الخصيه نفسها بتقسم الى مناطق اللي هي داخل نسيج الخصيه، كل منطقه مش كلها بتبقى زي ما احنا قلنا، مش كلها بتبقى شكل واحد او ميه واحد. فهو كان عنده بؤره بتصنع حيوانات منويه، الدوالي كانت تعباها. لما شلنا الدوالي ابتدت تصنع حيوانات منويه وخرجتها بره، يعني بس البؤره الموجوده دي ما تقدرش تصنع لفتره طويله. دي اشتغلت بس هي دي امكانياتها. يعني في العينه التحليل ده اشتغلت البؤره السليمه، وفي العينه دي اشتغلت. كنا محظوظين ان احنا لقطنا العيان ساعه لما البؤره اشتغلت. ان شاء الله انت اخذت مليون الا ربع. احنا اخذنا لا وجمدنا على كذا، على كذا ستروك او على كذا فايل يعني. المهم فقلنا له خلاص، مراتك لما ادي لها تجي لها الدوره الجديده، المفروض بقى دلوقتي هنبتدي هنحضرهم للحقن المجهري، لما مراتك تجي لها الدوره الجديده عشان هنعمل بقى تاني يوم الدوره هنعمل فحوصات معينه. الدوره ما جاتش، الدوره ما جاتش، لقيناها حامل. الله اكبر. ولسه هو حتى مراته جاب بنت من سنه، انا فاكر هو كلمني من سنه يقول ان هو مراته خلفت بنت يعني، وكان بقى له 18 سنه مراته ما حصلش حمل. ما شاء الله. وطبعا دي من الحاجات الحالات اللي قدر وربنا يعني نصيب. طبعا ده نصيب. بس نرجع لموضوعنا، ان في حالات كتير قوي من اللي هم كانوا صفر وعملت لهم الدوالي، في ناس طلعها حيوانات منويه. واللي ما خرجش حيوانات منويه في السائل لما بفتح له الخصيه بتزيد نسبه اللي انا الاقي عنده. في عمليه التفتيش. يبقى اذا لو واحد صفر وعنده دوالي لازم يعمل. انا دلوقتي بقى ده الروتين بتاعي. لو راجل ما عندوش حيوانات منويه انا عمري ما اخش افتح الخصيه على طول، لا اعملك الدوالي الاول. عنده دوالي لازم تتعمل، اديله علاج هرموني لفتره مش اقل من 3 4 شهور وبعد كده افتح الخصيه. ليه؟ عشان لو انا ممكن ساعات في حالات بفتح الخصيه، ده هو عنده دوالي وما رضاش يعمل عمليه الدوالي او ما خدش علاج، ساعات لما بفتح الخصيه بعد عمليه التفتيش بلاقي، مش بلاقي الحيوان المنوي المكتمل، بلاقي المرحله اللي قبليه، ساعات انا بندم ندم شديد، بقول يا ريتني كنت عملت له عمليه الدوالي قبليها. يا ريتني كنت اديته العلاج. هو الفكره مش انا اللي يا ريتني، هو اللي ما رضاش، يعني هو اللي كان رافض الموضوع. احيانا بعض المرضى يا دكتور، يعني طبعا يعني مش كل الاطباء بيتعاملوا مع المرضى بنفس الشكل، لكن في بعض الاطباء بيتعاملوا بسلوك معين بيخلي المريض يشعر ان الدكتور اللي قدامه ده عايز يستنفذه. لا عايز لا هي لا الفكره عايز مش هي دي بتبقى المشكله يا دكتور صلاح، المشكله ان هو العيان الذكوره بيعدي على دكاتره كتير. اكيد. وهي الذكوره مدارس. وللاسف دكاتره النساء بيخشوا في القرارات اللي ممكن يعني تلاقي دكاتره نساء احيانا بعض الناس يقول لك ملوش لازمه انك تعمل الدوالي للدرجه دي، هي دي المشكله. فطبعا في ناس ممكن اعمل العينه واندم ان هو ما كانش عمل عمليه الدوالي، يقول يا ريتني كنت عملت، او يا ريته كان عمل عمليه الدوالي، كان يبقى اكيد كنا ساعتها او بنسبه كبيره كنا هنلاقي حيوانات منويه. تمام. في هنا فيديو كنت انا عايز اوريه، مصور عيان قبل عمليه الدوالي وبعد عمليه الدوالي. ده الصور عيان نفسه ولا تقصد حضرتك التحليل؟ السائل المنوي. تحليل السائل المنوي. احنا شايفين هنا ان الحيوانات المنويه عددها مش كتير،
وحركتها مش سريعه، هي بتتحرك بس حركتها مش سريعه، ولان الاشكال بتاعت بص هنا بعد عمليه الدوالي بعديها بست شهور العدد زاد جدا، وبص السرعه بقت عامله ازاي. فطبعا الدوالي بتفرق من عين لعيان، بتفرق في العيان فعلا، ان في ناس كتير حوالي 40 حوالي من 40 ل 70% من اللي بيعملوا عمليه الدوالي بيحصل انجاب طبيعي. ودي يمكن برضو من الحاجات اللي بنلاقي كتير قوي دكاتره نساء بنلاقي دكاتره نساء بان هم مش بيحبذوا موضوع الدوالي، خصوصا ان هم عندهم مراكز اطفال انابيب، فممكن هو الموضوع ده ان هو الراجل لو اتعمل عمليه الدوالي ممكن هو بيخلف طبيعي. بل بالعكس، ده عمليه الدوالي دي ممكن بتساعد دكتور اطفال الانابيب او بتساعد في نبت في تحسين نتائج الحقن المجهري، يديك حيوان منوي سليم 100%. ازاي يا دكتور صلاح؟ هو الفكره كلها ازاي الدوالي ممكن تحسن نتائج الحقن المجهري؟ زي ما احنا قلنا الناس الصفر ما عندهمش حيوانات منويه، تعمل له عمليه الدوالي يطلع حيوانات منويه، اذا عرفت تستخدم حيوان منوي في حقن مجهري. تاني حاجه، الناس اللي عندهم ممكن الحقن المجهري بيفشل كذا مره. فاحنا لما بنعمل تحليل دي ان اي فراجمنتيشن احنا قلنا عليه، او تحليل تكسير الماده الوراثيه، بنلاقي ان المعدل ده عالي، بنعالجه بنعمل عمليه الدوالي. بتبقى لو هي كانت السبب، هي ممكن ليها اسباب تانية كتير، تكسير الماده الوراثيه اشهرها التدخين طبعا، الالتهابات. لا ده احنا عايزين بقى حضرتك تعرفنا خطر التدخين، بس بعد ما حضرتك تكمل اللي حضرتك بتقول ايه خطر التدخين على الموضوع زي ده. لو واحد بيدخن بتاثر على 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 الخصيه التدخين عن طريق برضو الماده المواد المؤكسده. لو واحد عنده دوالي بتاثر على الخصيه. لو واحد عنده دوالي وبيدخن هياثر ثلاث اضعاف. الله، هي دي المشكله. ده كده بيبقى بيدمر نفسه. بيدمر نفسه. ده يعني بيستعجل على فهو ده بالظبط، الخصيه بتبتدي انها بتبوظ بسرعه. فزي ما احنا قلنا حضرتك ان هو الناس عملوا حقن مجهري فشل، ممكن نعمل لهم عمليه الدوالي بتحسن جوده الحيوان المنوي، وبندي له علاج برضه بعديها، وما عملش حقن مجهري غير بعديها بست شهور. يبقى اذا من اسباب فشل او تكرار فشل الحقن المجهري ان يكون السائل المنوي متاثر بالدوالي. بل غير كده دكتور صلاح، يمكن مشكله موجوده كتير، ويمكن المشاهدين دلوقتي لما يسمعوها هتلاقيهم النقطه اللي قولها دي مست ناس كتير منهم او حسوا بيها، سواء كان هم شخصيا او قرايبه او ناس يعرفوهم. في ست تبقى متجوزه وتحمل طبيعي ودايما تسقط، كل ما تحمل تسقط. ايوه، اللي هو الاجهاض المتكرر. فكان دايما الشغل كله بيبقى على الست، ياخدوا هي نظر النظره بقى يدوها بقى كليكسان حقن تحت الجلد، ويقعدوا يدوها ادويه، يعملوها تحاليل الاجسام المضاده والكلام ده كله، ويدوها اجسام مضاده، ويقعدوا يدوها في ادويه كتير جدا، الست بتتبهدل. هو بيظن ان السبب من الزوج. الجديد دلوقتي يا دكتور صلاح ان 50% بيبقى سبب الزوج. من الزوج؟ بسبب الزوج 50%. ايه بقى السبب؟ يعني عمر ما حد بيبص للزوج، هو بيعمل تحليل سائل منوي، وفي ناس مش بيعمل تحليل سائل منوي، يقول لك ما هي مراته حملت طبيعي، نعمله ليه تحليل سائل منوي؟ 50% من الزوجات اللي بيحصل لهم اجهاض متكرر بيبقى السبب ان الزوج الحيوانات المنويه بتاعته فيها تكسير ماده وراثيه او فيها دي ان اي فراجمنتيشن، يعني شكل الحيوان المنوي بيبقى سليم، شكله بيبقى سليم من جوه بايظ، من جوه يبقى فيه مشكله، او ممكن يبقى هو شكله مشوه شويه كمان. بس حتى لو شكله سليم مش معناه ان هو كده، لا اقول لك انا خلاص انا مش مشكله. ربنا يعني في يعني احنا حتى يعني احنا في الطب اتعلمناه، قال لك ضروري القانون بيسمى اول اور نان، يا الحمل يكمل كله ينزل يعني كله ما يكمل. لكن مش هيكمل وهو مثلا في تشوهات او في حاجه، دي طبعا من رحمه ربنا. يعني انا كان في حتى كان واحده من قرايبي كان برضه هي كان عندها برضه تكرار ان هو بيحصل اجهاض كتير، فقلت لها لازم تجيبي لي جوزك. جابت جوزها، كشفت عليه لقيت عنده مشكله وكان عنده دوالي، ودي كانت ممكن مثلا سقطت بتحوالي 12 13 مره مثلا. يا خبر، عمليه الدوالي وغيرهم وغيرهم، يعني في ناس كتير بتعمله عمليه الدوالي بتلاقي على طول بعديها بشهرين الحمل بيبقى موجود وبيكمل. فطبعا دي من الحاجات اللي هي مهمه جدا ان احنا عمليه الدوالي. بس برضو انا بعد ما بتكلم كل ده على الدوالي، الدوالي برضو هرجع واكرر، مش اي حد بنعمل له عمليه الدوالي، لازم يبقى موجود ما يثبت ان الدوالي دي بنسبه كبيره، بنسبه كبيره مش 100% بنسبه كبيره هتفيده. ودلوقتي الموضوع بعد تحليل الدي ان اي فراجمنتيشن او الماده التكسير اللي هو تكسير الماده الوراثيه، بعد ما ظهر خلاص، يعني في واحد ممكن عنده دوالي كبيره، اعمل له التحليل، اعمل له التحليل الاقيه كويس، اقول له امشي انت انت خلص. ينفع مراتك تعمل بعلاج، مش محتاج ان انت مش محتاج تعمل العمليه جميل. طب هل في اسباب اخرى دكتور بتتعلق بالزوج في سبب في فشل حقن مجهري لازم دكتور الذكوره يحطها في حسبانه؟ حاجه بس في طبعا احنا قلنا زي موضوع الماده التكسيريه الماده الوراثيه ده من الحاجات الموجوده، وفي طبعا بقى الحاجات الثانيه دكتور صلاح، ان هو يبقى اساسا عنده الحيوانات المنويه مثلا
100% منها مش بتحرك. الموتايل ده بتبقى مشكله جينات فيه، هو مش بيعرف، هو يعني ربنا خلق الديل بتاع الحقن المنوي مش بتحرك. فبالتالي ده بيبقى محتاج بقى لازم يعمل الحقن المجهري يكون دكتور امراض ذكوره. يعني احنا حتى القسم بتاعنا احنا دلوقتي بقينا احنا بنعمل موضوع الحقن نفسه اللي هو شغل المعمل. عشان احنا بنعرف ازاي ننقي الحانات المنويه. والناس اللي عندها الحانات المنويه مش بتتحرك 100% مش بتتحرك، لازم نحط لها ماده معينه نحاول ننشطها. ما اتنشطتش بنعمل لها تيست، حاجه اسمه هوس هايبوزماتيك سويلنج تيست او موديفايد هوس، بحطه في ماده معينه بتعرف تفرق لي الحان المنوي العايش مش من العايش. انت عندك كله ما بيتحركش، بس مش معنى انه مش بيتحرك ان هو ميت، ممكن هو يبقى عايش بس ما بيتحركش. فاحنا بنحط ماده بتفرق لنا مين العايش من الميت وناخدها بنحقنها. الاسباب الثانيه يكون الراجل فيها واللي هي تسبب تكرار فشل الحقن المجهري، ان هو يكون عنده تشوهات عاليه. السائل المنوي التشوهات فيه بتبقى عاليه. اسبابها طبعا الدوالي، التدخين، او ممكن هو تبقى طبيعته كده. فساعتها بنلجا للتقنيات الجديده ان احنا ازاي، وده انا كنت اتكلمت عنها اشاره طبعا موضوع الامزي والبيكسي، ان احنا ازاي بنستغل تكبير، نستخدم تكبير كبير قوي ممكن يصغر 6000، ان احنا ننقي راس الحقن المنوي بحيث ان هو يبقى شكله سليم والماده الوراثيه فيها تبقى سليمه. في طريقه جديده اسمها البيكسي، دي برضه دلوقتي بنستخدمها روتين، ان هي بتقدر ماده كده فيها بتتكون من نفس الغلاف اللي ربنا خلقه حوالين البويضه. ربنا خلق في البويضه غلاف كده بيساعد ان هو ينقي حقنات منوية تبقى كويسه. احنا قدرنا نستخلص الماده دي ونحطها في الاطباق بتاعت الحقن بحيث انها تنقي لي الحقن المنوي الكويس. تمام. فدي طبعا من الحاجات اللي هي لازم تحتاج دكتور ذكور ان هو يتعامل معاها في حالات تكرار الفشل. عشان كده انا دايما بفضل ان انت لما يبقى الدكتور او لما يبقى المريض عنده مشكله او هيلجا للحقن المجهري عشان المشكله فيه، من فضلك اتجه الى مركز اطفال انابيب صاحبه يكون دكتور امراض ذكوره. لان المراكز اللي هي بتتعامل مع امراض الذكوره، يعني انا مثلا في مركز عندي انا ما بتعاملش، بتعامل نادرا مع حاجات اللي هي مشكله في الزوجه. كل معظم الحالات يا اما ما عندوش حقنات منويه، تشوهات 100% ماده. بس طبعا اكيد عند حضرتك في قسم لامراض نساء التوليد وبرضه اساتذه. ما هو لازم اي مركز اطفال انابيب بيبقى فيه يعني قسم النساء وقسم الذكوره وقسم المعمل وقسم التمريض وقسم كل حاجه. وقسم الفنيين. يعني حضرتك بتختص بحالات الذكوره اساسا فقط. بتلاقي نفس العاملين في هذا المجال حتى هم حافظين او احنا متعودين الحاله دي، تبص الحاله دي خلاص دي هنعملها كذا، الموضوع بيبقى خلص. تبقى عارف دي مثلا هنعمل كذا. فطبعا دي بتفرق. غير لما مثلا مركز بقى معظم الشغالين فيه اصحابه دكاتره نساء، دايما يقول مثلا ربنا ما اردش اصل الحالات المنويه كانت وحشه. طب ما احنا عارفين المشكله الحالات المنويه وحشه. طيب يبقى هم جايين، ما لازم نتصرف فيها، لازم نديها احسن طريقه. حاجه دكتور صلاح في ساعات تبقى حالات منويه تبقى ضعيفه جدا، بضطر ان انا اعمل تنشيط للبويضه بعديها بعد ما بحقنه، بقوم جاي حاطه في ماده كالسيوم انوفور عشان يبتدي ينشط يحصل التخصيب. غير لو واحد الحالات المنويه بتاعته كويسه والبويضات هي فيها المشكله. فهي طبعا بتفرق من مكان لمكان. انا كنت عايز اعرض فيديو اوري فيه شكل الحيوانات المنويه اللي هي بيتم انتقائها بعنايه. زي احنا شايفين دلوقتي حاجه دكتور صلاح لو تبص معانا، ان في هنا الحيوانات المنويه انا بعد ما اخترتها. جميل. عايز اوري شكل الحيوان المنوي اللي انا اخترته. لما تيجي حاجه تبص تلاقي في راس الحيوان المنوي تلاقي فيه جزء اسود وجزء شفاف. تمام. الجزء الاسود ده هو الماده الوراثيه، والجزء الشفاف ده بنسميه الاكروسوم او الماده اللي هي المفروض في الطبيعه بيبقى فيها الماده اللي الحقن المنوي بيفرزها عشان يخترق البويضه. لما نيجي نختار هنا حصل تكبير شويه، ده الحقن المنوي اللي هو بيبقى كويس قوي، تلاقي الماده الوراثيه بتاعته او الجزء الاسود تلاقيه بيلمع لما الضوء، تلاقي كده بيحصل عليه كسر الضوء كده. دي احنا بنسميها بايرفرنس ساين، ده معناه الماده الوراثيه دي كويسه. تمام. وانها معدل التكسير فيها قليل. يعني حتى لما كبرنا قوي برده. يبقى اذا كل ما يبقى النسبه ما بين الجزء الشفاف للجزء اللي هو الاسود ده، كل ما يبقى الجزء الاسود ده اقل، يعني مثلا يبقى 40% مثلا، يبقى احسن من لو كان نسبته 70%. الخلاصه اللي انا عايز اقوله ان احنا بنقدر ننقي حيوانات منويه بمواصفات معينه. ادي نفس الحيوان المنوي اهو، وادي بص في تلاقي كده دايما لما بغير الضوء في حاجه شعاع كده او بيلمع جزء بيلمع فيه. دي من النقط المهمه تفرق الحيوان المنوي ده عايش ولا ميت وجودته عامله ازاي من خلال الماده الوراثيه اللي موجوده. يعني بتديني، ما اقدرش طبعا اقول الماده الوراثيه سليمه 100%، بس بتديني على الاقل نسبه كبيره او بنسميها كلو، بتقول لي انها بنسبه كبيره الماده الوراثيه دي كويسه. ودي الحاجات اللي احنا بنستخدمها. تمام. وفعلا الموضوع العيانين اللي بيعملوا عمليه دوالي وكان عندهم سبب تكرار فشل الحقنات المنويه، فشل تكرار الحقن المجهري، بعد ما بيعملوا عمليه الدوالي فعلا بيتحسنوا، وبرده بياخدوا علاج بعديها بيتحسنوا بطريقه كويسه جدا. وممكن برده زي ما قلنا ان الناس اللي هم يبقوا صفر
بعد ما بنعملهم عمليه الدوالي ممكن يطلعوا حالات منويه نقدر نستخدمها في الحقن المجهري. انا جايب هنا فيديو صغير للحقن المجهري. ادي هنا هو البويضه, ده شكل البويضه, ده شكل البويضه. ادي ابره فيها الحقن المنوي اهو, الابره داخله جوه البويضه لغايه ما تخرمها. كده بنسحب كده عشان هي بتبقى غشائيه, ده بعد طبعا انتقال الحيوان المنوي السليم. بعد كده جايين منزلينه, بعد كده بنطلع بالابره عشان بس في ناس ساعات مش تبقى فاهمه ايه هو موضوع الحقن المجهري. الحقن تحت مجهر يعني ميكروسكوب بالظبط. هنا بعد ما بنحن البويضه بنجين زقينها كده على جنب عشان ايه نروح نشوف البويضه اللي بعديها. بس هي مش بالحجم ده طبعا, ده حاجه دقيقه جدا. دي هنا ده حتى تكبير 200 200 ده تكبير يعني 200 اللي انا شافه بعيني اشوفه ده تكبير 200 مره بالظبط, ده تكبير 200 مره. تمام. طيب دكتور احنا كده اتكلمنا عن موضوع الجراحه الميكروسكوبيه لعلاج دوال الخصيه للازواج اللي عندهم مشكله تاخر انجاب. تمام. يعني انا مثلا تزوجت وربنا ما كتبش لي ان انا انجب واتضح لما رحت اكشف ان انا عندي دوالي, ازاي بقى الشخص اللي هو ما اتجوزش لسه شباب او مقبل على الزواج يعرف ان هو عنده دوالي ولا لا من خلال الاعراض اللي ممكن تظهر عليه؟ بتبقى اشهر حاجه دكتور صلاح ان هو بيبقى زي ما قلنا بيجي له وجع في الخصيه او الم بيبقى تقل. دايما الم الدوالي مش الم نقح, الم تقل بيجي له تقل, حاسس ان خصيه تقيله او حاجه كاتمه كده او حاجه كاتمه. يجي مثلا ان هو مثلا ممكن بيبص على نفسه مثلا فممكن هو بيلاقي ان في اورده باينه, يلاقي في زي ما حضرتك قلت العروق الموجوده دي باينه على الجلد. ممكن هو نفسه يلاقيها من جوه, يعني هو لو داس كده فوق الخصيه بشويه يحس ان في زي بنسميها وومز ان باج او ديدان, تحس ان انت ماسك في ماسك حاجات كده. ده ممكن اللي هو بيحس بيها, يعني يحس بتقل, يحس بالم او كتمه يعني الدنيا تحت مكتومه كده, او انه يشوف اورده على السطح متعرجه ومنتفخه وان هو بيجي له الم. تمام. فساعتها هو بيروح بيجي الدكتور الذكوره ببتدي بكشف عليه طبعا, او بكشف انا بعرف على طول بعمل السونار وانا حتى بوريه على الشاشه الدوالي بتاعتك اهي. انا دايما احب دايما اخلي المريض يشاركني في القرار, اخليه يبص على الشاشه ادي الاورده بتاعتك عشان هو حتى يبقى شايف, يبقى شايف ووريه حتى الشريان فين. جميل. بص معايا بعد العمليه برضه. وبعد كده بنعمل تحليل سائل منوي وهنا بيجي القرار.